بس لب حلو اللي بقيت له غني. اوكي علي اضبط من قبل مش واو. انا بحب اللي بيشتغل على حاله، عم بجرب يشتغل على حاله، منه يعني هيدا مش احسن شيء بيقدر يعطيه اكيد، بس احسن من اللي سمعته قبل. يعني انا بدي شجعه، ما بدي بقى حسيته عم يشتغل على الموضوع، مش انه اخذني مثل انه جاي يحكي كلمتين ويفل، عم بياخذ كلامي بعين الاعتبار وعم يشتغل على حاله. ناطر منه شيء احلى اكيد، بس هاي بيرفورمانس بالنسبه لي احلى من هودي ليكي. فمهم يشتغل، مهم بعد لقدام، بحس بعد بيطلع شيء منه، عنده شيء من جوا بعد كمان ما بين على الاخر، بس جدي واضح من البرفورمانس تبعه انه جدي.